عيني اكثر ثلاث حالات مؤثره في الكاسه الفنيه اكثر شيء. هاي طبعا حاله خاصه وحده بالكوتش. هاي لونج سبان. هاي تعتبر شوت وهذه مو كلاس 4 هي كلاس 3 بس على الميد لاين. لو عبرت كان صار كلاس 4. اوكي؟ هسه نبدي على نفس الخطوات وحده وحده. الكيس هو راح يحل نفسه بنفسه. اول ما نبدي اللاين بايسكتنج درايز. اوكي؟ جود وير هذا بقل بوردر ورا شنو عندنا ورا ورا الجود وير ميشيل بس كل خير كلاس 1 كلاس 2 بالباند ميجر وديستر بس طالع من البروكسيمال بليت يعني مو واحد اوكي هذا من الظريف اللي يضحك عادي علي حمد روح بعد بلد لا والله انت لو قعدت قعدت هناك نفس الشيء لا والله بعد دور بعد دور علي حمد هسه رسمنا السبورت بعد شنو نحتاج؟ روتيشن لا دايركت بالكل الدايركت اكثر شيء وين؟ هاي بار هنا هاي بار بعد احنا قلنا لو ار بي اي لو تو كلاس هذا كلاس واحد مو كلاس بي فاذا ايش احتاج؟ احتاج كلاس ثاني لانه الار بي اي نظام واحد اللي هو ميجر ريست بروكسيمال بليت واي بار بس انا عندي بس اي بار ما عندي عندي بروجرام بليت بس ما عندي ميجر ريست اوكي ايش احتاج؟ احتاج بعد كلاس بليت صح؟ يلا سكن فرنش وين؟ ماشي طبعا مثل ما تعلمنا انه الريتنتف ارم ياخذ اكثر طول التوث ويصير مدبب اوكي انا افضل انه اظل تيبين بينما الريسبروكال ارم اقصر تقريبا ثلثين ياخذ ويصير راوندد راوندد اوكي ارسلنا 7 رسمه بيضاء وهيك لو مستطيل؟
هو يا ماما مستطيلة أو بيضاوي، بالحقيقة هو شبه بيضاوي تقريبا، بس يعني بالطول مو بالعرض. أوكي زين، بعد شنو عندنا؟ شنو نحتاج؟ أكو نبص. إحنا قلنا دارك الثاني بعد لقينا الاي بار. عفوا مين شيل الاي بار ذا بي؟ مين شيل ريست؟ ايش راح يصير؟ ايش نحتاج؟ السوبر كاو. حتى شي منع منه عم يحتاج الله. صار كل ديستر ريست؟ شلون؟ كل ديستر ريست لو شلون؟ اغلب الديستر ريست اذا انا ما عندي فد شيء يسحب. اذا كان بدون ريدي عم يطلع شلون؟ اذا كان بدون ريدي ما راح يصير له. واضح يصير له. زين مو قال ماينر كونكتر عليه ويمنع عن مالتي بارتز. هاي شو كنت؟ من شان بدون ريدي. لا هذا مجرد لسان يطلع من الفريم ورك، يطلع من المتر، يعني مو فد شيء يبدي من عنده. بس وانا اتذكر قال اذا كان بيريدي في الماينر كونكتر حيصير ريسيفر. هذا هو، هذا راح يطلع منه ماينر كونكتر واحد. هذا راح تشتغل. هذا هذا 2 دي انسان اذا تشوفه قدامك، بس هو بالحقيقه مو هيك، مو بليته. صف البليتة طالع من عندها لسان، اللسان بالطول يعني يجي ويا التوب ويا هذا، مو توب هيج يجي ويا هيج. اوكي بينما البليتة تصير هيج عرضية. اوكي هسه بعد شنو عندك؟ شنو نختار؟ اكثر شيء كلاسيك لي شنو؟ هذا شو؟ لونج سبان مو شورت سبان. فرق راح نشوف فرق عن هذا. شنو؟ انت ليش ما خليت دبل بليت استراب؟ شلون؟ ليش ما خليت دبل بليت استراب واحده يعني بدون ريليف؟ وهذا اشتغل بدون ريليف. بدون ريليف واحد ذاك بليت البليت اذا كان يا حالي، اذا كان عندي شيء على السنترز او على الانتيريرز، على الانسايزرز اذا ما احتاج ريليف، او اذا كان عندي فد ديفكت بحيث ما اقدر اسوي، مثلا كان عندي كليفت لب او كليفت باليت لازم اصعد ذاك الوقت اخلي هذا الخط واسوي منه واشيل هاي بالنص، اسويه او اسوي فول فيلد. اوكي ذاك واحد الا يذكر فد مانع بالميجر كونك، يعني بالسؤال انه يعني انه استخدم الهيتروبوزيار ماشي، يعني يذكر واحد من الاندكيشنز مال ذيك الاثنين، يا اما اليو يا ما فول بليتر. مو قصدي فول بليتر بس بليتر ستراب يعني خط العدل. راح اجيك هذا السؤال صح. شو كنت نحتاجه؟ لما يكون عندي شورت سبان يعني توث، يعني بس هذا ايش قيل؟ توث واحد او توثين بالمكان. هسه شوف شو راح نختار. توث واحد نمسح الفايف. هذا يستخدم بس بالشورت سبان اكثر شيء، توثين توث واحد كلاس 3، واللي يكون اكثر شيء يونيلاترال مو بايلاترال. حتى هسه اذا شلنا منها توثين ماكو مشكله، يصير بس سنجل بليت، بس خلينا نقول اكثر شيء يصير يونيلاترال. بس سؤال، هاي الحاله صار انه هو بس الاندايركت كونتينر مسموح مطلع يا هو هاي الحاله هنا ماكو اندايركت كونتينر بالبوند. اندايركت كونتينر وين؟ بالفري اند. اوكي
هذا باوندد سباين مو فريد سباين. Proximal plate. West. انا كملت جيني يعني معقول ريتينشن او دايركت ريتينشن مال هذا الابلاينس كافي؟ لا شو احتاج بعد؟ باترفلاي. ليش باترفلاي؟ لان اي سايد ما بي اكستراكتد يعني ما بي ادنشنس مكان ادنشنس اريا او ادنشنس رينج استخدم بي اكثر شيء باترفلاي. فوين راح اخلي باترفلاي؟ هنا وين بيست سايد؟ 5 او 6 6 و 7 اذا ما قدرت اذا مثلا 5 مأكسس كان بي مود اوكي بس افضل شيء هو 5 6 ماشي ميجر كونكتر يا ميجر كونكتر هذا؟ أحسن قلت شو اسمه؟ سنجل بلاك استروب ماينر كونكتر فيها من هنا بعدين حدد لاين هنا سنجل بلايت أسترا سنجل واحد بس هاي تعتبر اثنين اوكي صار من سنجل بلايت أسترا ينتقل على كيس أخرى إذا كان الميسنج بالانتيريا وحمل كلاس بس ما عبر من الثاني لو عبر من الثاني يعتبر كلاس أخرى اوكي فإذا هذا شنو نبدي واحد معكم بالميسنج صار لك ساعة جاوب يلا Thank you.
ريكوست شلون تسوي على الكلام؟ هذا راح اسوي لك شيء. زين على السنترال. ترى هذا مشعل الثريم بلا شوي. مشعل الثريم؟ عفيله. نص نص. يلا هسه نجي على الدارك تنشن. ايش تختار؟ علا وش تختار؟ دارك تنشن وين؟ وين؟ بايلاترا بايلاترا 5 6 5 6 حتى يبين. هذا مدبر وهذا غلط. كسرتها بالعكس. هذا مدبر هذا غلط. هذا سوي بس ما يوصل يوصل تقريبا هاي على الحكي وين انك انت مالك علاقه لك الصافي بعدين هسه نجي الميجر كونكتر على الكابل. كم ميجر كونكتر تختار؟ تختار كومبليت فول بليتر بليتر تعال كمل. غريم شويه بريمونه. اوكي تمام نجي على
لو نسمع كلاس 4 كلاس 4 تعال عبد الله انت الموبايل تعال كم صار بطني ايش كلاس 4 يكمل؟ ايه انه شو اسمه على الجر هنا انا ما راح هسه ايش كملنا سبورت بس ما راح نسوي الايباد لان شو اسمه ماكو ميسك كنا قبل نسوي الايباد على المسا على عفوا ايش نختار نفس البتر فلاي دبل بتر فلاي زين شو اسمه انا رسمي مو شيء فما راح اقدر اجيبك يا رب اكثر انا ايباد ما نقدر نسوي وين تخلي الايباد ما يصل ما عندنا ميسك فما ينحط زين وين تخلي الريسبركيشن ايه هم شنو؟ كناي اكثر شيء ما يعبر ورا الكناي ولا يعبر ورا السيس اوكي وسيره اللي اكثر شيء تخلي بتر فلاي او تخلي الرينج او غيره او سيركمفرنشال عالي اوكي ما يصير مو بس بالعكس وهذا مو بس تدعين بس انا شو راح اسوي ريسبكيشن بس انا محتاج ريسبكيشن بعدين احنا قلنا تو كلاس او ار بي اي زين هو يطلع عادي من السنس على الجريد وورك هنا سوى له ريسبكيشن ليش ريسبكيشن قصدي الروتيشن قصدي سوى اي بار بالمقلوب انه صار على الجريد وورك هو لو تو كلاس اوكي خليت اي بار وين تخلي الكلاس بالاخر اللي ورا اللي ورا راح اصير سيبريتد واحد عن الاخر ما عندي وراها بعد مسار فخلي باتر فلاي افضل شيء افضل تشويس هو البتر فلاي شوف كيف حل مشاكل دكتور شو اسمه هسه انا ثلاث مو ثلاث من ميجر ريست شلون مو ثلاث من ميجر ريست مو هنا فوق يعني لو سمحت من نحتاجه لا لا اي اثنين اي ما نحتاجه ليش ما تحتاج لانه ما عندنا ستوب عندنا على الميجر انا ايش راح اخلي هسه حتخلي بتر فلاي هو بيرسبروكيشن ما احتاج بعد انا ما راح اخلي اي بار على الفور بعدين هو اصلا ابوتمنت ما خلي يعني مو فاذا ايش راح اختار بتر فلاي عجبتك هو راح يعطينا ريسبروكيشن ويعطينا ريتنشن سويد لانه اثنين سويد قويين الكلاس بات اثنيناتهم طالعه من فريم واحد يعني هي اثنيناتها قطعه واحده فتصير كلش قويه وبنفس الوقت تنطي نفس الريسبروكيشن يعني هذه اعتبرها مثل هاي باوند اي باوند اكثر شيء استخدم فيها لا ما قالوا بس ما حس عندي كلام بس خلاص يضبطنا بره الناس أي والله كنت وين خلي بطل فعلا على السكر فقط فاطمة تروحين بالله من سارة ولا لا انت علامة فتح لك شمبر بس ما نجد بس انت قلع فاطمة
سليتهم. مسألة الجملة يسأل كل اثنين واحد بلاش زايد بصائف شح. ما يعتبر كلاس لا ما كلاس فور ما بي سيزنال زين تو باي لاترال مسيد اكروس ذا ميد لاين هذا كلاس 3 يعتبر ارجع على الشحالات يعني مثلا هسه نفس شو كلاس كلاس مثلا هاي الحالات الاساسيه عندك مود تضيف على الديزاين اوكي يعني مثلا فرض عندك موديفيكيشن وخر هاي تسوي هنا جريد ورك وضيف عليه اوكي ماشي بس انا شايل الليبر موديفيكيشن ابو كاسبون ماي موديفيكيشن وعلى صار عندنا حركه عرفنا افتهم الرسم ما ترى اسمي مو زين فاكو فد سيستم انه انا اسوي ليبلنج يعني اكتب جدول وبنفس الوقت ابدي انطي معلومات وافيه للتكنيشن حتى يعرف شغله شنو اول ما ابدي كلاسيفيكيشن خليها كيس تجي نشتغل على هذا كلاس زين علي ميجر كونكتر You don't need to get to
كلهم فول ميتال بس انت اول سيراميك اول سيراميك اي ماكس ليثيوم دايوكسيد مو اي شيء يعني هذا ال... ها قدرت كلهم حشوات معدنيه بس انت سيراميك زين ولا صنم دائما اخذوها قاعده حتى لما تشتغلون بالرابع والخامس من يبدا يشتغل طلاب دائما حتى من اشتغل للمرضى ابدي سيستم يعني ابدي من سايد واروح على السايد الثاني مو اقشر الشغل راح تستفادون منها مثلا انتم من تسوون تنظيف خلينا نقول نجي اسوي سكيلينج سواء هاند او التراسونيك ابدي من سايد واروح على السايد الثاني وبعدين انزل جواب بالعكس بحيث ارجع على السايد النظيف. هذا ليش؟ هذا بس حتى يسهل لكم انه انتم ما تنسون. يعني مو اقوم اقمص بين توث وتوث وكوادرنت وكوادرنت، اوكي؟ سواء من رايت لليفت او من الليفت للرايت. ماشي؟ هسه ابدي خلينا نقول من الرايت لليفت. نيجي على توث ولا توث. هذا سفن، هو الكورنر مالي. رايت ابر سفن. شو رايك؟ طالع الحميد. السؤال ما صفى ولا شنو هذا السؤال؟ عليه بروكسيم ابديت؟ لا. اذا نعم. زين. ريست؟ اي على ميجو. ميجو. ميجو كلوجر. اوكي؟ زين. كلاسب؟ اي. ريسبروكيشن؟ لا. ليه ريسبروكيشن؟ ما عندي ريسبروكيشن. من الكلاس. من البثر ابدا. من البثر ابدا. من يا سايد. ها من اللي من بليتر. لينجو. لينجو. بس هو بليتر. صح. لينجو بليتر. زين. ورا ايش عندي؟ بس اللي يجي للرايت. ما بي بروكسيم. ريمو بروكسيم بليت. عندي جنب. عندي جنب. زين وين ورست؟ ميجو ميجو ديستر شو رايك؟ ام او دي ام او دي ام او زين يا كلاس وين الريسبكيشن مالتك؟ تحول بالناس ايش عندنا؟ ساعدنا الرايت فوق وين البروكسيمال بليت؟ محمد عبد السلام وين البروكسيمال بليت؟ البروكسيمال بليت دي فوق؟ ايه ريس وين؟ ريس فور تمام تمام بس والله كلاس ما بي كلاس ما بي انا ما عندي كلاس ما احتاج اوكي زين بعد 5 علي سعود ايش عندنا بالفايل وين البروكسيمال بليت ما بي وين الريست؟ الريست ديستال ديو ديو كلاس بيانو باتر فلاي فاطمة ما شاء الله هو الجواب ريسبروكيشن ريسبروكيشن
مثل هذا لينجو بلد نفس الشيء. هذا ريسبروكيشن على اللاوي. هذا باو عندها هسه تشوفه هيك هو زين هذا منهم يعني ماكو شيء هذا هذا ليش تعد اني ليش ضللته ليش ضللته حتى يبين وكانما هو كلاس حاضر التويف منهم. اوكي اذا وين الريسبروكيشن مالته بعد شعلنا حسن شعلنا بعد انا عندي تو تايبس اوف ميد ورك اكثر شيء لاتس او مش خذوها قاعده حتى ما تنسوها اللاتس للور حتى ما تنسون هذا يم هذا اوكي زين المش للمغزلة دكتور قطع حتى لا تنسوا ماشين اللاتس شنو اللاتس شنو المشي المشي مش يبجي يعني اذا اريد اكمل لكم الرسم اللاتس يصير هاي المشي ماكسيم فاذا بدي اسوي اللاتس لاتس هيك يعني شبكه بس اشكال منتظمه اوكي فاذا شو اختار هذا هاي مش شنو اسمه مش ستريد ورك اوكي بعد شنو عندي رقم دكتور الليفت ابر 7 ما يحتاج منه ذاك لا ما بيش بداخل اصلا بس اللي داخل اوكي بعد شنو هذا الاسلام مقبول رايسنا ها لون رايسنا والله عمي صحيح صفقول بقيت الكيسات اذا عندي مثلا ستوبر اذكر الستوبر مكان الستوبر اذا عندي مثلا بالكلاس 1 كلاس 2 دارك ستينا ولين دارك ستينا قلنا نذكر بالبدايه سو يعني هاي شغلات اكثر شيء اللي يحتاج ليفل هسه ستوبر شلون هوم ورك